عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وحلق سووريي أبي هريرة رضي الله عنه إنو نبي ويري صلى الله عليه وسلم قفك أنك تجن مرقاتي بينات كي يحمان تقرغن كذا إلهي سبحانه وتعالى وحدنا كملهن أدون كاسينو عنتي عبسك ليا توكسومو. وحصو ساري بخاري. فتحت بك الأبواب يا رمضان ودنت لنا الرحمات والإحسان. فتحت بك الأبواب يا رمضان ودنت لنا الرحمات والإحسان.